السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم نسمات جواهر وفيديو جديد. ان شاء الله اليوم درنا واحد الفيديو عند سي محمد اللي كيتواجد بقيصاريه الحي المحمدي قرب الخطه ديال الترام. رانا وريتكم القهوه اللي اونفاس معاه ديال كافي فاميليال، راها معروفه هكا في الحي المحمدي يعني في البديه ديالو. عنده ميزات اكثر من رائعه. غادي نبدا معكم بواحد التشكيله كيف غادي تشوفوا، يعني اثمنه جد 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 ممتازه. اول حاجه كاينه هاد الجليبه هادي كيف غادي يبان لكم، كتكون بحال هكا، ها نتوما غادي تشوفوا راها ما طويلاش هكا بزاف. التوب ديالها راه هكا بارد ومطلق، يعني تتجي فيها هاد الزواقه بحال هذا. هادي الثمن ديالها 70 درهم، يعني تخفيض 70 درهم. كاين هاد الشكل هذا حتى هويا، هادي راه فيها حتى هي اللوينات ديالها، انتما كي غادي تشوفوا هابطه هكا بالصيفات. التوب ديالها راه هكا مطلوق بحال هكا، حتى هي 70 درهم. كاينه هاد لا شوميز حتى هيايا، هادي في النوار. لو كول ديالها تيجي بهاد الشكل هكا، حتى هي 70 درهم. شوفوا الكميمات هكا كيف تيكونوا، ها هما يعني فيهم بحال هاد الفريفرات هكا. كاين هاد الموديل حتى هو، هادي حتى هي راه فيها اللوينات ديالها. دائما هادو البيسات ديال 70 درهم، يعني هاد الشيء كامل هكا بروموسيون. شوفوا الكميه كيجي بحال هكا، يجي بهاد الشكل حتى هو في هاد الفريفرات من هنايا. كاين هاد لي موديل بحال هكا ديال هاد السريولات هادو، هاد الواسعين، يعني هذا التوب راه مبرد فيه الجويبات هكا من هنايا، تيجي بحال هكا، يعني خيط هكا مطلوق صيفي بامتياز. فيه هاد اللوين هذا وفيه هاد اللوين هذا حتى هو، يعني دائما مع هاد البياسات ديال 70 درهم. كيف قلنا فيه الجويبات من هنا، فيه هاد لا سانتور من هنايا، تيجي الاستيك، يعني سريولات هكا رائعين مبردين بحال هاد السريولات اللي شفنا. كاين هاد كاين هاد اللوين حتى هويا في الصفر وهكا الصفر والخزي، حتى هو راه غزال صراحه، يعني رائع كيف غادي يبان لكم. انا غنقرب لكم، راه خيط وما تيتكمش التوب ديالو، يعني هادو راه ما كانش هكا ما كانش معلق، راه غير قديتو دابا. التوب ديالو كيف كتشوفوا راه كيف ما هو تيبقى. هادي لا تاي 42، راه باقي فيهم هكا واحد كلكو تاي. كاينه هاد لا شوميز هادي حتى هي كيف غادي يبان لكم، يعني هادو كاملين ب 70 درهم. شوفوا معايا هادي لا طاي اكس ال، تتجي بحال هكا هكا، لي دياس ديالها عاديين بالصديفه، وكتجي هنا فيها واحد الالاستيك، راها طويله بحال هكا. يعني شوفوا معايا الموديل هكا كيف كيبان. ودابا شوفوا معايا هاد الشكيلات هادو حتى هما، يعني كاين فيهم هكا القصير الطويل، يعني كيتلبسوا هكا مع الجينات في الويكاند، يعني تتجي اللبسه انيقه. شوفوا معايا كيفاش تيبانوا غزالين، والثمن يعني راه همزه واكثر من همزه. كاملين تبارك الله، يعني 70 درهم البياسه اللي بغيتوها، وكاين مازال فيهم شكيلات اخرين. انا غادي نقربها لكم باش تشوفوا هكا، شوفوا هاد الشكيل هذا كيفاش تيجي، رائع جدا. التيسو ديالو راه غزال، شوفوا كيجي من هنايا لتحت بهاد لو ديتاي. لي مونش ديالو بحال هكا، يعني هادو كلهم كيف قلت لكم راه دي زارتيكل سولدي. سارعوا المحل باش هكا تلقاو لا طاي ديالتكم ديسپونيبل، وتلقاو لو شوا اللي تبغيو. هانتوما الكميم ديالو كيفاش تيجي، ومن اللور هاد الستيل هذا راه فيه القب هكا بحال هكا، هذا ما طويلش بزاف. كاين هاد لو موديل حتى هويا في الزرق، هادي طويله شويه، هانتوما غادي يبان لكم الشكل ديالها حتى هي كيفاش تيجي، انيقه بزاف، وسورتو هكا الزرق تيجي عاطي العين. حتى هيايا كيف غادي يبان لكم، هادي راه فيها القب ديالها. كاين هاد الشكل حتى هو اللي كيبغي، هادو قصارين هانتوما غادي تشوفوا كيجيو بحال هكا، حتى هي راها بالقب، يعني في اللور راها تجي هكا سامبل حتى هيايا،
يعني شوفوا الزواقه ديالها كيفاش كتكون. التوب ديالو راه رائع جدا، شوفوا معايا كيفاش جاي، يعني هكا دومي سيزون هذه حتى هيايا. شوفوا هاد البلو حتى هي كيفاش غتجي، هذه شويه طويله. من فليمونش كتجي بحال هكا الاستيك، ماشي بحال الاخرين كيكونوا شويه مقبوطين، هذه هكا جات الاستيك حتى هي فيها القب. هذه شوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش جاي، وكاين هاد لو موديل حتى هوايا. هذه ما طويلاش بزاف، شويه لي مونش ديالها تيجيو بحال هكا حتى هي بالقب. ومازال يعني كاين كيف قلت لكم كاين بزاف ديال الشكيلات في هاد لي موديل. كاين هاد الجليبات هادو كيف كتشوفوا حتى هما هانتوما فيهم هاد لي موديل هادو. البروموسيون هما راه داير ليهم 130 درهم. كاين هاد الشكيل هذا في لو نوار هانتوما غادي يبان لكم. كاين هاد لو موديل حتى هوايا كيجي من لي مونش ديالو بحال هكا، التويب حتى هو راه مطلوق يعني ما تيتكمش. كاين هاد لو موديل حتى هو، هذا حتى هو راه غير بروموسيون. كيف كيبان لكم هذا الطاي 44 راه يمشي واقيلا حتى ل 42 ياك، يمشي حتى 42. انتما غادي يبان لكم كيفاش جاي الخدمه ديالتو. التوب هكا راه خفيف، لي مونش جايين بحال هكا. كاين هاد لو موديل حتى هوايا جاي بحال هكا، لي مونش ديالو فيهم هاد الحجيرات بحال هكا. كاين هاد الشكيل حتى هوايا، وكاين حتى ديال الجين، يعني الموديلات ديال الجين هما راه كاينين فيهم شي ربعه ديال اللوينات وقيله بحال هكا. كاين هاد الشكيلات هادو كيف غتشوفوا، هذيك العبايه النوار راها محلوله، هذه اخر ثمن 90 درهم حتى هي بروموسيون. كاينه هاد الكسيوه حتى هي اللي حداها، هذه تدير 150 درهم اخر ثمن. شوفوا معايا هاد العبايه هذا في الكول ديالها كيفاش كتجي، التوب ديالها راه مطلوق رطب زوين، فلي مونش كيجيو بحال هكا بالاستيك. هاد الكسيوه هانتوما غادي تشوفوا الشكل ديالها من هنايا، تجي بحال هكا، لي مونش حتى هما يا الاستيك، ها هي طويله. يعني كيف قلت لكم هادي اخر ثمن بروموسيون كتبقى حتى هي 150 درهم. كاين هاد الموديلات هادو حتى هما، هاد الكسيوات هادو فيها البوردو فيها الموطارد وفيها هاد لو بلو. كاين هاد الكسيوات حتى همايا، انتما غادي يبان لكم الشكيل كيفاش جاي من التحت، تجي بحال هكا بحال هاد الشكل ديال الفريفرات هكا هكا. كاين هاد الكسيوات حتى همايا، هادو عافاك شحال دايرين سي محمد؟ هادو دايرين 100 درهم. هادو حتى همايا 100 درهم، راه فيهم اللوينات، كاين داك الفيولي كاين هاد لو جون، فيهم لو نوار ديالهم، فيهم البوردو وفيهم الموطارد. يعني التوب ديالهم طلوق هضروا ما طوالش بزاف، هكا ديال الصيف ديال البحر خفافين، الثمن راه كيبقى مناسب. كاين هاد الكسيوات حتى همايا بروموسيون، دار ليهم دابا سي محمد 100 درهم، يعني غير اللي ما بغاش يتبرع. نتوما غادي تشوفوا ها هو كيزيدني مازال شكيلات، يعني راه فيهم لي طاي فيهم اللوينات مختلفين. غنحاول نقرب لكم، شوفوا هذه كيفاش تجي الاستيك من هنايا، شوفوا الكميمات هكا تيجيو مفرفرين بحال هكا، لو كول شويه هكا في. كاين هاد اللوين هذا، هذه قصارين شويه ماشي طوال بزاف، هذه طاي ال. كاين هاد اللوين هذا، صراحه اللوينات غزالين صيفيين، يعني سارعوا المحل باش كيف قلت لكم تقدروا تلقاو هكا لي زارتيكل اللي يكونوا مازال ديسپونيبل. كاين هاد الشكيل هذا، هادي طاي 44 كتجي بحال هكا الاستيك من هكا في الحزام، الكميمات ديالها حتى هي الميم ستيل بحال هكا.
هيا تجي شويه واسعه من تحت. التوب ديالها حتى هي انتما غادي تشوفوا راه مطلوق. كاين هذا لو موديل هذا كيبغي هكا داكشي ديال الوريدات، يعني تجي حتى هي بحال هذا الشكل هذا. انتما كنحاول زعما نبين لكم هذا التوب كيفاش تيجي. وكاين هذا لو موديل حتى هويا، هادو كلهم يا كاسي محمد. هذا شوفوا معايا، شوفوا هذا الشكل حتى هو كيفاش تيجي، فيهم هكا الحزام ديالهم. هذا لو موديل حتى هويا، يعني راه عطى الله تبارك الله ما يتشاف هذا المحل. هذا ماشي كسبه، هادو لي كومبين، يعني كيف قلت لكم راه عطى الله ما يتشاف هذا المحل. كاين حويجات غزالين والاسمنه راها جد مناسبه، يعني مع هاد البرومو اللي دايرين دابا ميزات اكثر من رائعه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وممكن انكم تجيو لعند سي محمد. عافاك الوقت ديالكم معاش كتبداو؟ بداو مع ديك 11 ل 9 د العروب. كيف سمعتوا يعني من 11 حتى ل 9 د العروب وقت الغدا تتكونوا؟ يعني حتى وقت الغدا هكا الا كنتو تجيو عنده مرحبا بكم، راه تيكون هكا خدام. انا كنحاول باش نبين لكم هكا لي موديل كاملين اللي عنده، وهذا الشيء اللي كاين. يعني نتمنى ان الجوله تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو هكا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد من الناس. تخلوا لنا التعاليق ديالكم ولا لايك. ومرحبا بكم عند سي محمد، كيف قلت لكم كيتواجد بقيصاريه الحي المحمدي حدا الخط ديال الترام. انا غادي نوريكم يعني واحد القهوه باش تعرفوا هكا المحل بالضبط فين جا. الخط ديال الترام هو اللي قدامنا دابا. كاين هذيك الكافيه، هي كافيه فاميليال. كاين حدا هذيك مؤسسه الكرامه. هذا هو الخط ديال الترام كيف قلنا، و الى هبطت القدام هذيك هي قيصريه الحي المحمدي، يعني انتما كتشوفوا فيها.